معرضين في أسوأ موسم له منذ صعوده قبل 10 سنوات. الكثير من العوامل الذاتية والموضوعية كانت وراء تراجع مستوى الفريق، ما أدخله في دوامة النتائج السلبية، إذ حصد نقطة واحدة في 7 مباريات كاملة. الموسم الماضي الكل يعلم أن الفريق عرف هجرة جماعية، وهذا كان راجع لأسباب عدة كانت عرفتها الإدارة اللي كانت تسير آنذاك، في وقت اللي كانت الفرق جهزت نفسها راحت للتربصات وكانت عايدة من التربص، وإحنا كنا بصدد تكوين فرق. الفرقة اللي كوناها مع كمال موسى اللي كان مدرب آنذاك واللي هو شرف تقريب معنا مع على الانتدابات تاع كل اللعيبة، جبنا لعيبة اللي كانوا في الفاز ألي مستوى ضعيف جدا. الفريق بدايته كانت سيئة جدا، نتج عنها إقالة المدرب كمال موسى واستقدام المدرب سعيد بن قاسم، الذي وإن وفق في الجولات الأولى لتوليه المهمة في تسجيل بعض النتائج الإيجابية، إلى أن الحصيلة فيما بعد لم تكن تسير طموحات الأهلي. إذن الحصيلة لم تسير طموحات الأهلي في أول بطولة احترافية، ما أثر على نفسية اللاعبين ففقدوا بذلك الثقة في قدراتهم. اللاعبين ولات عندهم عقدة من النتائج هذه، يلعبوا متخوفين، عليهم بريسيون، ما همش متحررين، وكما تعرف بارامينو كما يقول لك كاين دي جوار اللي عندهم ليكسبيريونس يقدروا يتعاملوا مع هذه الظروف، وكاين دي جوار اللي ما عندهمش ليكسبيريونس. الإدارة دخلت في سباق مع الزمن لإصلاح الوضع، وانتدبت في مرحلة التحويلات الشتوية 5 لاعبين بغية إعطاء الإضافة المرجوة. رغم هذا التدعيم لم تحصل الوثبة البسيكولوجية، وبقي الفريق يتديل الترتيب العام، فكان لزاما هذه المرة على الإدارة إحداث تغيير على مستوى العارضة الفنية، أملا في رد إيجابي من قبل اللاعبين. الفريق نظن عنده منصب أو منصبين، ممكن 3 مناصب تخصه، هذا ما نقدروش نغيروا فيه، لأن لازم نوجدوا الحلول جماعيا ونوجدوا الحلول مع التعداد اللي موجود. نتمنى إن شاء الله أننا بالحوار وبالنقاش وبالتوعية إن شاء الله نغطيوا كل هذه النقائص هذه اللي هي كثيرة في الحقيقة. مواصلة العمل بقيادة المدرب حسين زكري والشعور بالمسؤولية من قبل الجميع وعدم التخلي عن الفريق من المواقف الإيجابية لترميم الانكسار النفسي. الواحد يدير اللي عليه، رانا عندنا عقد مع هذا الفريق، نكملوا معاه الاخر كما يقول لك اخر مباراه في هذه البطوله. الحمد لله سما رانا توجور متحدين، توجور نهضروا لو ميم لونغاج، وتوجور كما يقولوا ديسيدي باش نديروا كما يقولوا البوسيبل تاعنا باش نصوي الفريق هذا. لازم نتحملوا المسؤوليه تاع الفريق، والفريق ما لازمش نخليوه. وحنا كلاعبين قدامى وغيرين على الفريق هذا، جينا نمدوا الشيء اللي نقدروا نمدوه ان شاء الله للاعبين هذا. الانصار من جهتهم ياسفون لرؤيه فريقهم يعاني. احنا الوضعيه تاعنا كفريق راهي صعيبه، ونطلبوا من الانصار المسانده، ونطلبوا من الرؤساء السابقين اللي يحبوا الفريق باش يجيو يعاونوا الفريق هذا. احنا كلجنه الانصار احنا رانا واقفين مع هذا الفريق في الظروف هذه الصعبه، وان شاء الله نتمنوا من كل مناصر برايجي ان شاء الله باش يكون مع الفريق ايضا ونوقفوا فيه معاه في الظروف هذه الصعبه. سي تري فاسيل بور ان بريزيدون دو ديميسيوني، سي لا موندر دي شوز، حاجه فريده وقولها هي ابقى على خير وانتهت، ولكن حمل المسؤوليه سي با فاسيل، ولكن نحملها جميعا ونكون فرقه متماسكه، وان شاء الله يا ربي نكمل المهمه حتى الماتش تاع الجايه، يعني هذا حتى اخر موسم. اذا هذه هي